أنا سعيدة جدا اليوم باستقبال زميلتي معالي الأستاذة مريم بنت علي بن ناصر المسند من دولة قطر الشقيقة، وأرحب بها وأرحب بالوفد المرافق لها. فكما قلت أكدنا على العلاقة القوية بين البلدين الشقيقين، المملكة المغربية ودولة قطر الشقيقة، وبين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأخيه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني. فإذن في إطار هذه العلاقات الأخوية القوية، وكان يعني أيضا تطابق كبير فيما يخص وجهات النظر، بحيث من خلال تقديم يعني الأولويات الاجتماعية بدولة قطر الشقيقة أو بالمملكة المغربية تبين لنا أن هناك تطابق كثير، وممكن أن يكون هناك تبادل خبرات. في المملكة المغربية لها يعني باع طويل وقديم جدا في العمل الاجتماعي، خاصة عبر مؤسسة التعاون الوطني وعد مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويعني أيضا لدينا عدد يعني نتكفل بعدد كبير من الأشخاص في وضعية هشاشة، وفي إطار أيضا مشروع الحماية الاجتماعية. وأيضا دولة قطر لها تجربة نموذجية مهمة جدا، خاصة فيما يخص رقمنة الخدمات وعصرنتها، وطبعا مقاربة الأسرة كداعمة لمنظومة القيم وداعمة للحقوق وداعمة للمساواة. فإذا هناك تطابق إن شاء الله سنشتغل عليه، وأنا سعيدة جدا مرة أخرى باستقبال زميلتي وصديقتي الأستاذة مريم، وإن شاء الله ستكون هذه الزيارة فرصة لتعزيز العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين. طبعا احنا يعني سعداء بوجودنا اليوم، تواجدنا في بلدنا الشقيق اللي احنا نعتبره طبعا بلدنا الغالي، ونتطلع طبعا للتعاون مع أختي وزميلتي معالي الوزيرة عواطف الحيار. وطبعا في هذا اللقاء تعرفنا بأنشطة الوزارة، وأعتقد أن هناك الكثير، أو كما ذكرت في السابق يكاد يكون هناك تطابق في مجالات التعاون والعمل. وأتطلع أيضا إلى تفعيل مذكرة التفاهم اللي تم توقيعها في السابق، وإن شاء الله أعتقد أن هناك الكثير من العمل القادم بإذن الله. شكرا لكم جزيلا، وشكرا على حسن الاستضافة. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم، وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.